انت رح تكون احسن واحنا بالدنيا كمان. تعلمت الرحمه والخير من مرتي الحلوه. نحن انا وابني رح نتعلم منك كتير ريان. انت قلت لي انه ما نضيع الوقت ونعرف قيمته، فخلينا نبلش بغرفة أمك. بلش من هلا؟ ايه ليش لحتى نستنى؟ منأمن عليها على بكير بلا ما نأجل ميران، نحن ما عنا شيء أهم. وافقت، من هاللحظة ما رح نضيع وقت، يلا لنباشر فورا. بس قبل لازم نروح نشوف حدا هلا. مو قلنا ما بدنا نضيع وقت؟ مشان ابننا يقدر ينام بغرفته وهو مرتاح. لازم نروح هذا المشوار سوا. رد بقى يا جيهان، خلصني. ما عم يرد. مدام هاندان الله يوفقك. مدام هاندان الله يخليكي، بترجاكي خدوني معكم كرمال الله، لا تتركوني معها. شلون بدي ابقى انا وياها بالقصر لحالنا؟ اي طول بالك لنشوف اذا نحن رايحين. شلون يعني اذا رايحين؟ لا تخاف، اكيد رح نروح بالنهايه، يمكن على رجلينا ويمكن محملين، الله يستر احسن شيء. مشان الله يا جيهان رد بقى خلصني. يا خانم، السيدة غونو التقت بالسيد أزاد. التقوا لكان، بس لخلص هالشغلة ببقى بفضالهم وبتصرف. انت خليك عم تراقبها، الواحد ما بيخلص من هم بيطلع له هم غيره. لك ليش ما عم ترد؟ صار لي أكتر من ساعة عم حاول أوصل لك. فتون جابتنا على قصر أسلام بيك، يارين كذبت عليها وقالت لأنها حامل، وهي جابتنا على القصر وجابت لها وحدة لتفحصها. الله يخليك، تعب بسرعة بركي بتلحق البنت، استعجل بترجاك. لك هاندان انتي شو عم تقولي؟ مثل ما سمعت هلأ في وحدة عم تفحص بنتك ورح تطلع البنت كذابة. هاي شو بيطلع براسها؟ من وين طلعت لنا هالقصة؟ طيب ويارين ليش لتكذب؟ والله ما بعرف ليش. مصيبة مو كذبة. طب لا تحسسيها بشي، انا جاي فورا، ولا تطلعوا قبل ما اجي ماشي؟ سيد جيهان سلام. حبيت ذكرك باجتماعنا على الساعة 6، وكل المعنيين صار عندهم خبر كمان. ايه ايه تمام تمام ماشي. تعي هندان، ليش واقفة عندك؟ تعي. خير ان شاء الله، ليش هيك وشك مصفر؟ أنا وشي مصفر؟ لا الحمد لله أنا منيحة، بجوز كون أخذت شوية برد. إيه معفاي، مع أني ما بظن قصة برد بنوب. أنت في شي شاغل بالك ومخلي لونك مخطوف هيك؟ خليهم يجيبوا لك قهوة؟ لا يسلموا، ما بدي، عم ترفع لي ضغطي. هلأ القهوة اللي عم ترفع لك ضغطي؟ أكيد متحمسة. بيقول المثل ما في أغلى من الولد إلا ولد الولد، معناتها عادي تكوني متحمسة ومتوترة. يلا هلأ بتطمني هاندان؟ والله يلي الله كاتبه بده يصير، إن شاء الله خير. اللي الله كاتبه معناتها بنصحك أنه تدعي الله يكتب لهم الخير ويكون معهم. خلينا نقعد ونشوف الله شو كاتب لنا، بالنهاية ما في شي بيضل مخبى. خالي أنا ما طلعت حامل، ما هيك؟ بترجاكي إذا حماتي عرفت إني مو حامل رح تقتلني فورا.
قد ما بدك، قد ما بدك رح أعطيكي. اطلبي المبلغ اللي بدك إياه. طيب أنا بعتذر منك، بس ما بعرف شو بدي قلك. هي قصة حياة أو موت، صدقيني إذا عرفت الحقيقة رح تقتلني. أهلا وسهلا. مرحبا، كيفك؟ أهلين يا روحي. الست عزيزة موجودة؟ موجودة ابني، هي فوق، تفضلوا لجوا وأنا بنادي لها. ميران ما رح تعصب، اتفقنا؟ أي حبيبتي، مثل ما وعدتك، ما في مشاكل. يلا خلينا نفوت. جيهان، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل فوت، عم نستنى النتيجة. جيت لأنك متحمس أكيد، لأنه رح تصير جد طبعا. وين يا رين؟ عم تفحص المرة جوا. خبرينا شو بيّن معك؟ شو بيّن معك على الفحص؟ مبروك حامل. حامل؟ أنا حامل؟ قالت أنا حامل؟ يا ريت، قديش دفعتي لها لحكيت هيك؟ بركي بعد ما دفعتي لها رجعت حكت وورطتك. لا أمي، إيه أنا عرضت عليها بس ما قبلت. أنا عن جد حامل، يعني يبدو إنه هارون ترك الهدية من ريحته. لا عن جد هي معجزة، والله ما لي مصدقة يلي سمعته، سمعت جيهان. لا أكيد هي معجزة، ألف الحمد لله يا ربي. يلا 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 جيب شنطتك. يلا جيبيها. يلا حبيبتي. طمنتي؟ ما طمنتي بعد اللي قالته؟ هي ما عاد عندك شك. بعد إذنك هلا هندان ويارين. يلا إذنكن معكم، بس يارين لوين رايحة؟ على بيتها. في أي اعتراض؟ على مهلك. يارين لازم تبقى عندي، حفيدي لازم يكون موجود ببيتي، وهذا الموضوع منهي وما بقبل اني ناقش فيه. اساسا انا ما رح ناقشك لانه عندي منهي الموضوع. ياريم بنتي ومكانها هو بيت ابوها. يلا بابا. ماما فوتون معها حق، انا بالنهايه مرته لهارون، والولد يلي ببطني هو ابن هاي العيله وإلى حق فيه. مكاني أنا وابني هو بهذا القصر. يارين. شكرا بابا. يارين تعي معنا. يارين أنا بدير بالي عليكي، ليش بدك تبقي هون؟ يلا تعي امشي معنا. أمي لا تخافي، بعرف دير بالي على حالي. لا تاكلي هم.